دكتور عماد، كثير من البنات وخا صغار، كثير من السيدات اللي ولاو كيعانيو من الهالات السوداء، من الزرقية. اليوم ان شاء الله شنو الوصفات اللي غتقدم لينا؟ اكيد فالوصفات ان شاء الله اليوم اللي غادي نقدمو غادي يكون وصفات متنوعه. غادي نقدمو ماسك مرطب ومغذي المنطقه ديال حول العين، ماسك اللي غادي يشد المنطقه ديال حول العين، وكذلك ماسك مبيض لمنطقة حول العين. وغنشوفوا خمسة ديال المواد مهمة لجمال والعناية بمنطقة حول العين والحفاظ على الحيوية ديالها. دكتور عماد، ملي كنتكلموا على العين ديال المرأة أو الفتاة، هذه المنطقة كنعرفوا أنه فيها بشرة اللي هي رهيفة، فاليوم علاش كثير من الشابات كيظهروا عندهم هاد الهالات السوداء؟ شنو كيبين هاد الشيء او شنو كيخفي على الحاله الصحيه ديال الانسان؟ اكيد فاول حاجه كما ذكرتي اختي سناء، ان هذه المنطقه هذه هي منطقه رهيفه وكتكون اقل سمك من البشره ديال الوجه ديالنا. علاش؟ لان ما فيهاش العضلات وما فيهاش الخلايا الدهنيه بواحد النسبه اللي كتكون كبيره. هذه المنطقه وخاصه هذه المنطقه كيخصها واحد العنايه، كيخصها يعني تنظيف، كيخصها الترطيب، وكيخصها كذلك المواد المغذية اللي كتكون عندها في الليل. فدائما كيخصها الطقوس هذه اليومية باش كنحافظوا على هذه المنطقة. هذا من جهة. من جهة أخرى، علاش يعني قلت كتظهر في سن اللي مبكر جدا؟ كان العامل الوراثي، فحتى هو بينات الأبحاث بأن حتى العامل الوراثي كيمكن يدخل في النطاق ديال هذه المنطقة ديال حول العين، خاصة ظهور هذه الهالات هذه اللي كتكون مختلفة. العوامل الخارجية، لأن كنلقاو مع الأسف ولات كتستعمل بعض المواد ديال التجميل وخاصة اللي ما كتكونش مناسبة للسن ديال كل يعني في كل فتاة، وهاد المواد هذه ديال التجميل اللي كتكون فيها بعض المواد الكيميائية اللي كتغير لينا الجودة ديال الكولاجين اللي كيكون عندنا في هاد البشرة هذه، اللي كتغير لينا المرونة ديال الأنسجة، واللي كتغير لينا كذلك حتى يعني اللون أو النضارة ديال هاد المنطقة هذه. هذا من جهة. من جهة أخرى، الاستعمال المفرط ديال الأشعة الزرقاء اللي ولينا كنعيشوا معها يوميا، يعني كنا يعني لف اللوائح الإلكترونية، لف الهواتف، لف التلفاز، فأصبحت هاد الأشعة هذه حتى هي عندها واحد التأثير مهم على البشرة ديالنا. زائد الماء، كذلك الناس اللي ما كتكونش كتشرب الماء بزاف فكنعرفوا أن الماء هو المرونة ديال هاد المنطقة هذه، والتغذية اللي خصها تكون تغذية متوازنة غنية بجميع المواد المغذية باش كتبقاو محافظين على القوة والمرونة ديال هاد المنطقة هذه. الإنسان اللي كيكونوا عنده العينين فيهم هاد الكحولية أو الزرقية أو منفوخين، هذه أعراض اللي كتقدر تكون كتشير أو يعني كمنبه لأش من نوع من الأمراض؟ اكيد، وهذا سؤال مهم اخت سناء، خاصه ملي كتظهر في يعني هكاك ما كيكونش باين الاسباب ديالها، يعني بعد التعب او مساله اللي كتكون عاديه كتبان غير مؤقتا وكتمشي. فما بين الامراض اللي كيمكن تشير لينا على اننا عندنا مشكل في المستوى ديال الجسم ديالنا او في الداخل ديالنا، فكاين اول حاجه الكبد الا كانوا بعض الامراض الكبد، يعني ليباتيت بجميع الانواع ديالها، او كذلك حتى الدهون اذا كانت عندنا كثيره في الكبد ديالنا. شنو كيوقع؟ الافرازات ديال لابي، يعني الماده الصفراء اللي كتفرز لنا من الكبد كتولي كتفرز بواحد القيمه كبيره. وشنو كيوقع كذلك؟ ان الافرازات ديال المواد اللي كتعطينا تخثر الدم ما كتبقاش كتفرز بالنسبه المتوازنه ديالها. اذا شنو كيوقع؟ الدم ما كيبقاش كيتخثر والكريات الحمراء كتولي مفرقه. اذا هذا التفرق ديال الكريات الحمراء كيخص يعني كيبدل لنا الجوده ديال الانسجه والشعيرات الدمويه في هذه المنطقه هذه. اذا وما كتبقاش عندها ديك المرونه ديالها، وهنا كتولي تغير ديال اللون اللي كنوليو كنلاحظوه في هذه المنطقه هذه. مساله اخرى كذلك، الناس اللي عندهم المشكل ديال لي بلاكيت او الصفائح الدمويه وما يسمى بلا ترومبوسيتوبيني، هذا المرض هذا اللي هو نقصان ديال لي ترومبوسيت، هاد المواد هذه ملي كتنقص لينا في الجسم ديالنا شنو كيولي؟ ما كيبقاش عندنا ذاك التماسك كذلك ديال الكريات الحمراء، وهنا كيعطينا هاد التغير ديال اللون، وهنا كتشير باننا خصنا ضروري زياره الطبيب. كاين كذلك المشكل الاخر هو الشيخوخه السريعه لهذه المنطقه هذه، لان هذه المنطقه ملي كتوقع على واحد الشيخوخه
السريعه شنو كيوقع، ان هذيك الانسجه او داك الجدران ديال الشعيرات الدمويه ما كيبقاوش متماسكين، ما كيبقاوش قاصحين، ما كتبقاش عندهم المرونه، وكيوليو بحال كيضيقوا واحد شويه. اذا منين كيضيقوا، منين كيدوز الدم، كاين بعض الكريات الحمراء اللي كتبقى ما بين هاد الشعيرات، وهي اللي ما كتكون يعني ما كيكونش فيها الاكسجين، وكيولي عندنا هاد اللون هذا اللي كتعطينا هاد اللون داكن في هاد المنطقه ديال حول العين. وكذلك كما ذكرنا العامل الوراثي، وفي بعض الحالات بعض يعني بعض الحالات المزمنه جدا او المتطوره في يعني في الكلي حتى هي كتعطينا هاد المشكل هذا ديال حول العين. ما اتمنى مع عماد نضاد على الالات ديال العين. مرحبا، انا معك. الله يجازيك بخير اختي عيمان. عندي دوك الجفن ديال العين تحل لي انا من صغري. وتيتكمش ليا تحت العين، والبنيه عندي عندها 8 سنين هي عندها نفس المشكل. نعم، واخا عمرك يعني ما عانيتي حتى شي مرض؟ ما كانش عندك مشكل ديال الكبد ولا فقر الدم ولا شي مرض عانيتي منه؟ لا لا لا، والدتي هات الوليدات وليدات ما عندهاش المشكل، والبنيه عندي فيها المشكل، وليدات ما عندهاش ديك السوداء وهي عندها. نعم، وشحال في عمر البنيه تذكريني بها عافاك؟ دابا البنيه عندها 8 سنين. وانا عندي مشكل، ومن تكون من كنت يكون في وقت الصيف تزاد لها بزاف، وفي وقت الشتاء لا تنقص ليها. واخا نسولك هذاك اللون، واش اللون غادي الكحوليه ولا غادي القهوي؟ اللون قهوي. لا غادي البنيه القهوي، انا اللي عندي الكحوليه بزاف كدار عليا بالعين من تحت ومن الفوق. هكاك، لان كاين جوج حوايج مختلفين، فاذا كان غادي الكحوليه هنا كيكون مشكل ديال الميلانين، يعني ديك الماده الملونه تحت العين، فهنا كاين واحد. وانا عطا عندي مشكل ديال البصره، انا شفافه بزاف وحساسه بزاف. خفت ندير شي حاجه وخفت على عيني بزاف، دوكا عمرني ما جربت والو، اللي من سمعتكم انا ما قادانيش الفرحه. ايوا مرحبا، وغادي ان شاء الله نعطيك وصفه، غادي نعطي وصفات لهذه المساله هذه. وهذه المساله انت كتبتي بان عندك البشره ناشفه، فإلا قلنا اول حاجه اللي سمعتي هضرت عليها هي الماء. الماء خصنا الا ما كانش الماء في البشره ديالنا، او ما كانش البشره مرطبه، المرونه والليونه ديال هذه المنطقه ما كتبقاش مزيانه، والعين ما كتبقاش عندها ديك النضاره ديالها. هذا هو المشكل. دابا انا تنشرب الماء، انا ديما الماء عطيه تنشربو، تنفطر به اصلا الماء، انايا الماء عطيه تنشربو، زعما ماشي مضيع نفسي من الماء، ولكن عندي العرق بزاف وبشرتي حساسه بزاف. واخا، خليك في الاستماع ان شاء الله، فانا غادي نعطي وصفات العنايه بهذه المنطقه هذه، وغادي ان شاء الله. وهذا شكرا سي عماد، وهذه الوصفات ممكن ندير معها البنيه حتى هي ولا نديرها انا بوحدي؟ هذه الوصفات حتى البنيات الصغار يديروهم، خاصه كنهضروا اللي عندهم هذا المشكل هذا ديال الهالات. والبنيته من الاحسن انك تاخذي ليها الزيت ديال البابونج، معلقه كبيره ديال زيت البابونج، اللي كنتي والجميع الاخوات اللي كيسمعوا لينا عندهم البنيتات عندهم هذا المشكل هذا، فديال ذاك السواد اللي كيكون تحت العين، فغادي ناخذوا معلقه كبيره ديال زيت البابونج ومعلقه كبيره ديال زيت اللوز الحلو، وهي منها كنديروا لهم مساج تحت الجفون ديالهم كل ليله ونداوموا عليه حتى كيختفي، ما كيبقاش عندنا هذاك اللون هكاك باهت. السؤال ديالي، عندي الهالات السوداء تحت من عينيه وفوق منهم. شحال في عمرك امال؟ 15 عام. 15 عام، وشحال هذه باش عندك هاد الهالات كحل؟ ما انا ناقص لي الشوف من 93، كندير المضاطر. وين هو عندك هذا المشكل؟ نعم. دكتور عماد؟ واخا، قولي يا امل، درتي شي حاجه للبشره ديالك، لوجهك، شي ماسك، شي حاجه ديال المطياس، شي فوندو تاع، شي حاجه؟ لا، عمرني ما درت حاجه. لا. ايه واخا، التغذيه ديالك كي دايره اخا امل؟ التغذيه ديالك كي دايره، مزيانه؟ لا عادي. كتاكلي عادي؟ واخا، ما كانش فيك فقر الدم؟ لا، ما عمرو كان فيك. واخا، الماء كتشربي الماء مزيان؟ كنشرب الماء. كتشربي الماء، واخا. والنعاس، يعني النوم ديالك، النعاس كتنعسي الساعات ديال الكافيين؟ كنعس ما ديك 12 وما ديك 7 بحال هكا. 7 السوايع. ان شاء الله خليك في الاستماع، فالوصفات اللي غادي نعطي حاولي ان شاء الله تداومي عليها، وغادي تعطيك نتيجه صافي. حيت خصنا ديك البشره كما قلنا، ملي كنكونوا كنديروا النضاره واحد المده طويله، ضروري هذيك المنطقه كتضرر، ان ما كتبقاش قلنا المرونه، ما كتبقاش بزاف ديال الاكسجين، ما كيبقاش كيدور بطريقه طبيعيه في هذه المنطقه، وخصنا نردوا لها الحيويه ديالها. فاذا كنا كنعتنيوا بهذه المنطقه ان شاء الله المشكل ما غاديش يبقى. الدكتور همت انا عندي الكحوليه، يعني ما عرفتش ممكن ندير البومودا ولا والو، عندي الكحوليه تحت العين. الكحوليه تحت العين عندك بزاف، واخا ما عمرك استعملتي شي حاجه لتحت عينك؟ عمري استعملت البومودا. واخا، التغذيه ديالك كي دايره؟ مزيانه؟ مزيانه الحمد لله، مزيانه. الماء كتشربي الماء مزيان؟
كنشوفها بزاف. هاك واخا كنتي كديري شي حاجه، كنتي كديري شي كريمات للترطيب ولا شي حاجه يعني كتعجني بهذيك المنطقه ديال حول العين؟ لا ما عمري درت شي حاجه. نعم نعم. فالبشره ديالك كي دايره، ناشفه ولا ميدمه؟ جات بلي ناشفه ماشي كترمت. واخا الصابون باش كتغسلي وجهك، الصابون قاصح ياك ماشي سائل. فهو كيمكن حتى هو يمكن يعطينا هذا المشكل، خاصة البشرة اللي كتكون جد حساسة بزاف، فلما كنستعملوا ذاك الصابون اللي كيكون مركز فيه نسبة السلفات كتعطينا واحد نشوفية للبشرة ديالنا، وخاصة هذه المنطقة هذه. إذا المرونة ما كتبقاش، إلا هضرنا على المرونة كنهضروا حتى على الشعيرات الدموية، ما كتبقاش كدور فيهم الدورة الدموية بطريقة طبيعية. نخليك طيب نشوفوا معك دكتور عماد الوصفة اللي غتنصح بها الأبناء وكل للبنات والمستمعات اللي سولونا على هذا المشكل ديال الهاله السوداء، واللي شفنا وفهمنا انه عندهم يعني من مده. شنو هي الوصفه؟ اكيد اكيد. فغادي نبداو بالوصفه المبيضه للمنطقه حول لمنطقه حول العين. الوصفه اللي غنستعملوا فيها مكونات بسيطه، غادي ناخذوا فيها معلقه كبيره ديال التفاح محكوك بالقشره ديالو، نغسلوه مزيان ونحكوه، ناخذوا معلقه كبيره ديالو، معلقه كبيره ديال لفت محكوكه اللي فيه مادة ليزونتوتسيانيد اللي هما مواد مهمة لتفتيح البشرة وكذلك حيوية الشعيرات الدموية، وثلاثة المعالق كبار ديال الياغورت الطبيعي الغني بالبروتينات واللي كيكون مادة مغذية مفيدة للمنطقة حول العين. إذا نعاود، معلقة كبيرة ديال تفاح محكوك بالقشور ديالو يعني تفاحة، معلقة كبيرة ديال اللفتة محكوكة، وثلاثة المعالق كبار ديال الياغورت الطبيعي. نخلطوا هذا الماسك هذا ونديروه في منطقة حول العين، يعني نديروه على البشرة ديالنا كاملة بما فيها منطقة حول العين، نخليوه مدة ديال ثلث ساعة ومن بعد نغسلوه. وهنا كي مع المدة كنستعملوه ثلاثة المرات في الأسبوع ومدة ديال شهرين. وفي الاستعمال الرابع يعني في اليوم باش تستعمل السيدة هذا الماسك ديال العينين؟ أكيد باش تستافد منه مزيان، في الليل في الليل تكون مرتاحة باش يعني باش يحيد حتى العياء ديال اليوم، وغادي يعاونها في النضارة ديال البشرة ديالها وديال منطقة حول العين. قلنا معلقة كبيرة ديال التفاح محكوك بقشورو، أي نوع ديال التفاح؟ كيف ما كان عندنا ومن الأحسن البلدي ديالنا، يعني المستورد نحاول نستعملوا التفاح البلدي ديالنا غادي يعطينا نتيجة أكثر. معلقة كبيرة ديال اللفت، هنا اللفت البيض اللي كنهضروا عليه، يعني هادو كلهم مواد اللي كنستعملوها طرية، زائد ثلاثة ديال المعالق ديال ياغورت طبيعي. نعم نعم. وكنخلطهم كذلك. إذا إلا دارت هاد الكمية وبقى لها في الزلافة، واش تخليه ولا تعاودوا كل نهار يكون جديد؟ لا هذا يمكن لها تخليه، هذا الاستعمال ثاني، يعني غادي النهار ما غاتستعملوش، النهار الثالث يمكن لها تستعملو، غاتخليه في الثلاجة يعني تغطيه وتخليه في الثلاجة، فما غاديش يتأثر. إذا هذه وصفة مبيضة للهالات السوداء. الوصفة الموالية دكتور عماد؟ فالوصفة الموالية دائما كنا هضرت لكم اليوم على الترطيب والتغذية ديال المنطقة حول العين، فهو مهم جدا. هنا غادي نستعملوا مكونات كذلك بسيطة، ومكونات اللي أول مرة غادي تشوفوها متوفرة وما غنضيعوهاش، اللي هو مثلا الخبز يابس. فغادي ناخذوا معلقة صغيرة ديال الخبز يابس مدقوق اللي غني بالاملاح المعدنيه، غني كذلك بالفولات، غني بالمواد المبيضه والمواد المغذيه. اربعه المعالق كبار ديال الحليب سخون، معلقه كبيره ديال بطاطا محكوكه بالقشور ديالها. اذا نعاود، معلقه صغيره ديال الخبز يابس مدقوق، اربعه المعالق كبار ديال الحليب سخون، معلقه كبيره ديال بطاطا محكوكه بالقشور ديالها. غادي نخلطوا هاد المكونات كاملين، وغادي نديروهم كماسك على الوجه ديالنا ومنطقه حول العين باش كيكون التوحيد ديال التغذيه وكنستافدوا اكثر. نخليه 20 دقيقه يعني ثلث ساعه، وكنغسلوا هاد الماسك هذا. هاد الماسك هذا ديالنا كيمكننا نديروه حتى الاربعه ديال المرات في الاسبوع، لانه ماسك مغذي ومرطب فوق ما توفرت عندنا يعني الفرصه. وهذا الماسك هذا حتى هو كيمكننا نحافظوا عليه مده ديال ثلاثه ايام في الثلاجه ماشي مشكل، ونعاودوه عاوتاني من يعني من بغيو نديروا الاستعمال مره ثلاث ايام نعاودوا ماسك اخر، وهكا حتى كنستعملوا هذا الماسك مده ديال شهرين، وان شاء الله غيعطينا نتيجه. السيده تخالف كل نهار ديروا ترتاح نهار، ولا غدي تعاود ديروا فيعطيها ان شاء الله نتيجه. وصفه هذه لترطيب البشره وتغذيه البشره اللي استعملنا فيها الخبز اليابس مدقوق، الحليب السائل السخون،
أو دافي، والبطاطا اللي محكوكة بالقشور ديالها. الوصفة الثالثة دكتور عماد. أكيد الوصفة الثالثة هو ماسك ليشد منطقة حول العين، لأن هذه المنطقة كذلك كنعرفوا الكثير عنده هذا المشكل ديال الارتخاء، وحتى الارتخاء كيعطينا التغير ديال لون هذه المنطقة ولا كيدخل لينا العين ديالنا. فليشد هذه المنطقة ديال حول العين غادي ناخذوا بيض بيضة، معلقة صغيرة ديال زيت نوار الشمس الغني بالفيتامين أو، ومعلقة صغيرة ديال دقيق القمح. إذن بيض بيضة، معلقة صغيرة ديال زيت نوار الشمس، معلقة صغيرة ديال دقيق القمح. ولكن هذه الوصفة غادي نديروها فقط في منطقة حول العين، إذن كندوروها كندهنوا بها المنطقة ديال حول العين ديالنا، إذن كنغمضوا عينينا وكنديروها في منطقة حول العين، كنخليوها مدة ديال ربع ساعة ومن بعد كنغسلوها. هذه الوصفة هذه كنديروها جوج المرات في الأسبوع، وكنداوموا عليها مدة ديال ثلاثة أشهر، لان هاد يعني الارتخاء ديال الحول العين كيبغي واحد المده باش كيعاود يرجع للحاله الطبيعيه ديالو. دابا هاد الوصفه هادي كتجبد البشره اللي محيطه بالعين. اكيد اكيد اللي كيكون فيها ارتخاء. البيضه غناخذوا غير البيض ديالها ونزيدوا لها قلنا زيت نوار الشمس. اكيد اكيد، يعني زيت نوار الشمس هي زيت المائده اللي عندنا في المطبخ. بالفعل يمكننا نستعملوا الزيت اللي عندنا في المطبخ، ماشي مشكل. كوميستيبل لا الا كانت هذه الحاله السيده عندها زيت ارغان، واش ممكن هذه الوصفه دير فيها زيت ارغان؟ ما كنصحش، لان زيت ارغان كتقدر تعطينا السموريه للمنطقه ديال حول العين، يعني ما غاديش تعطينا ما تعطيناش واحد النتيجه. نعم، ونزيدوا عليها دقيق القمح الكامل اللي كناخذوا السيده منه معلقه. نعم، اللي كنستعملوه في المطبخ اللي كنطيبوا به. نعم، كاين ايضا زيت التين الشوكي اللي كتعطي هذا المفعول او لفي ليفتينغ، يعني كتجبد البشره. اكيد احسن ما كاين، احسن ما كاين فزيت التين الشوكي اذا كانت متوفره، لان كنعرفوا حنا الثمن ديالها، ولكن اذا كانت متوفره عندنا والناس عندهم يستعملوها هي فقط بوحدها في الليل، يدهنوا بها كمساج حول العين ديالهم، رائعه جدا. الزيت ديال الخيار دكتور عماد واش كتنصح ايضا باستعمالها، وخاصه الناس اللي عندهم العينين كيتنفخوا؟ زيت بذور الخيار مهمه لهذه المساله هذه، فهي فيها ماده السيلينيوم والسيليسيوم، مواد مهمه لترطيب هذه المنطقه، وكذلك كتخلي حتى ذاك الانتفاخ ما كيبقاش، يعني مضاده الانتفاخ ودوك الكدمات كيكونوا عندنا على المستوى ديال تحت العين. احنا ايضا عندنا واحد الوصفه اللي سبق لنا قدمناها في برنامج حديث ومغزل، اللي هي كنديروا ديك المكعبات ديال الثلج، هذوك لي كلاصو اللي مثلا ممكن السيده تخدمهم بالمعدنوس، داك الماء اللي غيتجمد يكون فيه المعدنوس، او حتى الخيار محكوك ممكن ديروا في هذيك يعني المول ديال المكعبات. وهذه المكعبات كتستافد السيده من جوج ديال الامور، تركيبه طبعا ديال المعدنوس او ديال الخيار، وكذلك من الماء اللي كيكون جمد والثلج. كنعرفوا انها تقنيه اللي كتستعمل لا كريوثيرابي، اللي كتستعمل لشد ورد المرونه ديال البشره وخاصه ديال الجفون. اكيد اكيد، وهي راه يعني تقنيات اللي كتستعمل في الصالونات يعني المعروفه وماركات اللي كبيره، والفائده ديالها انها كتعطي النتيجه في واحد الوقت وجيز. شنو هي احسن طريقه لازاله الشعر الزائد على مستوى الحاجبين وعلى مستوى الدوره العين دكتور عماد، اللي كتصلح للسيده باش من بعد يعني بعد مرور اعوام كاين السيدات اللي كتقول لك الجفن ديالها لا بيبيغ تبلات او نزلات؟ نعم، فنحاولوا نتجنبوا الطرق اللي كنستعملوا فيها شي حاجه سخونه، مثلا حيت كاين اللي كيدير لاسيغ، يعني مثلا لاسيغ او حلاوه، هادو ممنوعين يداروا للحاجبين والمستوى ديال العين. بالفعل، لانهم كيبطلوا لنا ذاك المفعول، او كينقصوا لنا من المفعول او من المرونه ديال هذه المنطقه هذه ديال حول العين، خاصه ملي كنحطوا هذاك الجباد بزاف ومده طويله. فكنصح بالخيط، الخيط اذا كانت التقنيه ديال الخيط اللي كيتقن الخيط اكيد، ودائما هذه المناطق هذو غير نديروا لهم الازاله. فمثلا هذه المكعبات اللي هضرتي عليهم اختي سناء، نمشيو منين نمشيو للدار نديروا واحد المكعب في واحد الزيف باش ما نحطوش مباشره على العين ديالنا او في المنطقه اللي درنا الإزالة ديال الشعر، ونحاول نبردوا بعدا هذيك المنطقة، ضروري ديك المنطقة خاصها تبرد باش ما كنتفاداو هاد الأعراض الجانبية بحال هكا، وباش كترجع هاد الخلايا للحالة الطبيعية ديالهم، وباش حتى الدورة الدموية ما كتبقاش مركزة في ديك المنطقة وتعطينا حساسية في هاد المنطقة هذه. كنشكرك دكتور عماد.